عسلامة مدام. عسلامة. قد منا روحك. أنا اون دام ريتريتي لاهية مع بصغار صغاري هكا هو توا الميتي شونجي توا كنت في الخدمة وليت في بعد الريتريت لأولاد ولادي. لأولاد ولادك. أي. جو سوي تو ديسبونيبل تو تافي ديسبونيبل اليوم هم. نتشرفوا مدام مرحبا بك حذينا. اخترت تحكي معنا على مشاكل الزوجين النفقة في تونس يا تدفع يا تدخل الحبس. شنو رأيك مدام؟ شو باش نقول لك حاجة. ريت هي وكان هي علاش خذيته؟ هي اللي تشكي براجلها على المصروف هي تعرفوا كيفاش خذيته؟ تعرفوا شنيا السيتياسيون تاعو؟ ما خذيتوش وزير، ما خذيتوش كيما نقولوا بيلوت، تعرف راجلها شنو اللي خذيت؟ يا لور لا علاش ما تصبرش عليه؟ علاه ما تصبرش عليه؟ ايش نقول له؟ إذا كان هي ما تحبش تصبر على راجلها، مرأة اللي باش تشكي براجلها على النفقة وعلى الطلاق وتجري وبين المحاكم وتستنى والجلسة الأولى والجلسة الثانية والجلسة الصلحية وكل وكي تقعد في المحكمة يقولها بلاش تليفون، شت حس لي تصبر عليك الحس لي وتصبر باش ما تخرجش تليفونها، هذه اللي شاكية برجلها، وتقعد في الجلسة ساكتة فمها مسكر ما تتكلمش، تروح للدار عاد باش تولي عاد برديل في الدار، يولي ونسيتك الجري وتمشي للمحامي والجلسة توخرت وبعد توخرت، أنت هذا الكل في قلب بعض ما تصبرش بيه على راجلك. انت تصبر على الحاكم وتصبر على القضاء وتصبر صغارك بعدك تخليهم ملوحين وما تصبرش انت باش على راجلك في نفقه ولا حاجه تيما احنا كيكه انت تهز شوي والراجل يهز شوي وتلك هي الحياه وتستمر الحياه علاش نفق هي تو شو ولا سيلو بزنس العرس بز العرس ونحس فيه بزنس مصالح ما كناش كيف نحنا حتى ايش مدام وي 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 ولا احكي لي كيفاش بالضبط اي ولا مصالح توا شكون اللي ينفق اكثر وانا عشت طول عمري ساعه نخدم باهي كي نخدم انا ما نجيش نشريت انا نقول شريت هو عمل وانا عملت وانا ما كانش بيناتنا حسابات بنتي ما كانش بيناتنا حسابات توا ولا فما برشا حسابات انت عملت الضو انا نعمل الماء انت اون بليس يدخلوا الصغار فك لي ديتاي نتاع العائله هما بيدهم يركبهم ستريس ويركبهم المشاكل والصغير تولي تحسه بارتوربي علاش على الحكايات هذيك الفارغه هي خذيت وقدمت باش تعمل عائله ما تصبرش على رجلها تصبر على الحاكم تصبر سكاها مقطعه هاي الجلسه الاولى الجلسه الثانيه انت بنتي ما تنجمش حتى تتكلم راهي في المحكمه راهي وارجع بعد غدوه وارجع بعد وبرا ودوهم 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 اصبر انت على راجلك وين وين الاشكال اصبر انت على راجلك السبب مدام اللي يخلي راجل ولا خايف انه يعرس ما يعرسش يخاف اليوم ترضى بالشهريه نتاعو من غدوه تدور عليه ما يعرسش ما يعرسش علاش عنده معرس هاك حتى هما معبي الدنيا نسبه كبيره نتاع عنوسه في تونس ياسر نسبه كبيره ناس خاطر ولات برشا شروطات بنتي ياسر شروطات وياسر ولي كل شيء وقفوا عليه فران كل شيء وقفوا عليه فران البنات تو نتاع تو ما نعموش فما بنيات محلاه بالطبيعه ديما فما البهي والخايب مدام فما ليه فما 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 بنيات متربين محليهم فما اللي تصبر على رجلها فما اللي تعرف هو خذيته شنو يخدم قابلته كيما هو بعد تدور عليه ليه ما يجيش ما يجيش خذيته انت كيكه كمل معاك كيكه علاه تاخذ انت وش مزربك في العرس من الاصل عليه مازال عندنا بنات يا بنتي رد بالك مش من عموش مازالوا عندنا العائلات ومازالت الام توري انا عندي طفله لونيك في على ثلاثة اولاد ونوريها ونعلمها درس وبنتي عمري ما كنت معاها صدقني عمري ما كنت مع بنتي ديما جي نجي ضد يجي نقول لك ما تمشيش نلوح بنتي اذا كان بنتي لقيتها مظامه 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 ما نجمش نلوح بنتي اما بنتي هذوما اللي بتي ديتاي وعرك ما بتاع كل يوم ما نعملوش بالي ولا على بالي والله عدينا ما اكثر فما نساء مدام تشكي برجلها عن نفقه يبدا ولدها كبار مثلا تصور انت بو داخل الحبس ثاني قلت لك ساعة الاولاد ما يحبوش بهم في الحبس راه تو طاري يحاسبوها طبيعه اكيد ايش نقول لك راهو يحاسبوها راهو اليوم صغير يسكت عليك مره يقول لك انت دخلت بابا الحبس خاصه كي تكون بالحق الامكانيات نتاعو صعيبه يعني ما عنده من يجيب امكانيات ولا بلاش امكانيات اذا كان هو دخلته الحبس ولاده صغار يريف لو جوغ وهما باش يحاسبوها باش يقولوا له علاش دخلته الحبس على مصروفنا اصبر على بابا ايش نقول لك انا عندي ليكزومبل صدقني فما عباد انا نعرف شكون اولادها تو لو يحاسبوا فيها ما دخل ما كاركش دخلته الحبس وما كاركش وما كاركش ولات واقفين لامهم تو تعاني فيهم خاطر انت اذا كان مش تمردهم على ابوه مش تمردوا عليك عايش بنت ابوك عمل له ابوك عمل له ابوك عمل له ابوك عمل له ابوك عمل عليه انت ما تعملش
انت صدق الله العظيم مدام يدفع في النفقه وهو مازال في داره مع مرته يعني. اي فما اسمع بهم ولا اي فما برشا فما برشا برشا برشا, برشا. مسكين يقول لك خلي صغاري ملمومين بي يبدا ينفق وبعد هي تخليه يعيش 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 ترفق تخليك النفقه حتى يقولها سامحني ما تسامحش راه ما تسامحش هذم اللي تزوجوا عن حب وجابوا صغار يعطيهم هذا حب يعطيهم بكلب بنيتي من عندي انا سميش حب اللي تحب رجلها واللي تحب عائلتها واللي تحب دارها عمرها ما تعمل هكا اللي تحب عائلتها تحب دارها وتحب صغارها عمرها ما تعمل هكا مادام قبل كنا قليل ونسمعوا مشاكل كيما هكا نتاع نفقه و صغار على الاخر صغار يصير طليق اوكي اما مش هكا مش بالمشاكل هكا كي تتطلق تشد دارهم وتسكت والبو يقول لها ليه وتوخوها يقول لها ليه توا شكون باش يقول لها ليه شكون توا باش يقول بنته ليه ما تعملش هكاك ما تسامحوش في النفقه ساعات ام تقول لها ليه عايش بنتي ما تغضبش شد دارك هاني على روحك اللي يكفي هاني قلت لك انا اللي يكفي ومن عمري ما نهار زينت لها والله لو كان يتفرج عمري ما زينت البنت ما زينلهاش خاطر ايش نقول لك فماش علاش واحد مش انا نزين لها شنو هي كان على ليزيستوار نتاع كل يوم الناس كل عندها اللي لاحظناه انه لي كوبل جدد نتاع توا ما يحبوش يعيشوا صعوبات يعني نتاع حياه اللي عاشوها نورمالمون ماك تعرف ساعات المراه والراجل تيح بهم كيما نجموا يطلعوا كيما نجموا يتيحوا ما يحبوش صعوبات وما يحبوش تطيح يحبوا ديما ما بين هواء وفضاء طايري يحبوا كل شيء كن فيكون كن فيكون ما فماش كن فيكون مشات تولي تعمل تستفزوا باش تعمل له المشاكل انا نقول لك عايش بنت مش الكل زاد راه مش قاعده نتكلم عن الناس الكل نحكيو على فئه معينه مدى الفئه هذيا هي ترضى روحها غني قلت لك ساقيها تتقطع بالمحاكم تتقطع وتستنى الجلسات ويا خي وخروا لها الجلسه ويوخروا لها النفقه وتصبر على ذاك الكل وتقعد على كرسي القاضي يقول لها نحي التليفون نحي التليفون تنحي التليفون تقعد فمها ساكت على هذا الكل ما تعملوش مع راجلها عليه عليه اذا كان فيه ما يتصلح شنو هو مدام المشاكل اللي توصل لهذا الكل؟ المادية ياسر عندكم جينيراسيون تاع تو يا بابا على المادة على الماد على الماد الناس الكل تحب تعيش الفوق الكلهم فلانة عملت وفلانة قدت وانا نعمل سي ولي ربي خلقنا طبقات ايش نقول وربي عمل توازن في الحياة وتوازن في الطبيعة كان ربي خلقنا عايش بنتي الكلنا لبس علينا راهو كلينا بعض وربي عمل توازن في كل شيء في اللي تتصوروا في بالك باش انت تفيق بالقليل وتفيق بالمتوسط وتفيق باللي عنده فلوس وتفيق بالدنيا كان جينا الكل كيف كيف انا نفيقش بك وانت تفيقش بي ما نفيقوش هما ما يعرفوش هذيك بعدنا على الدين بعدنا ياسر على الدين على كل يعطيك الصحة مدام ياسر على الدين بنتي ربي يهديهم وربي يصلح حالهم وربي يهنيكم وربي يجيب لكم ما يسعدكم شكرا مدام